اليوم انطلقنا في هذه العملية وين كاين 8 نتاع المسابح، منها مسبح أولمبي في المركب الرياضي اللي اليوم انطلقنا منه في الصباح. المسابح هذه فيها 4 مغطات و4 غير مغطات، وراه عندنا برنامج في ميزانية الميزانية الإضافية للولاية باش نديروا لي باسان ناتاسيون، أحواض سباحة لكل البلديات والقرى، باعتبار أن احنا عندنا 8 بلديات. هذا شحال احنا صلناه في هذا المسبح، شحال قعدنا نروحوا المسابح بعيدة علينا وخايفين على أرواحنا، وهذا المسبح جاي تحت ديارنا الحمد لله يا ربي، وكي شحال